أعلنت المعارضة المسلحة في سوريا استعادة السيطرة على قرية سنسحر جنوب مدينة حلفاية في ريف حماة الشمالي بعد أن تمكنت قوات النظام السوري من السيطرة عليها لبضع ساعات. وبالتزامن مع الاشتباكات العنيفة في مناطق عدة في ريف حماة الشمالي، قال ناشطون إن الطائرات الحربية التابعة لسلاحي الجو الروسي والسوري شنت أكثر من 50 غارة جوية بالصواريخ الفراغية والعنقودية وبالقنابل المظلية على قرى ومدن حلفاية واللطامنة وموريك بريف حماة الشمالي. وبحسب الناشطين فقد أسفر القصف عن سقوط عدد من الضحايا ووقوع دمار هائل في الأبنية السكنية. أما في ريف حلب فقد قتل 10 أشخاص على الأقل وجرح العشرات في مدينة دارة عز التي تعرضت لإحدى 10 غارة جوية شنتها طائرات روسية. واستهدفت الغارات مدن وبلدات أورم الكبرى وجبل الأتارب وقبتان الجبل وحريتان بريف حلب الغربي والشمالي. مصادر في المعارضة اعتبرت أن القصف العنيف يأتي في إطار تأمين غطاء جوي لقوات النظام وميليشياته التي تشن هجوما بريا على محور ريف حلب الشمالي. وأكدت المصادر ذاتها أن المعارضة المسلحة صدت هجوم قوات النظام وكبدته خسائر كبيرة. للمزيد معنا من ريف دمشق الناشط الإعلامي مازن الشامي، مرحبا بك مازن. إذا النظام يفتح جبهات 3 في كل من ريف حماة ودمشق وأيضا حلب بالتزامن مع قصف جوي كثيف، كيف هو الوضع الآن في ريف دمشق وهل يستعد النظام لشن هجوم بري وشيك في المنطقة؟ نعم، مساء الخير. اسمح لي أن أبدأ من الخبر العاجل والهام الذي حصل منذ قليل. تنظيم الأسد استهدف بغاز الكلور السام منذ قليل الجبهة الفاصلة بين مدينة زملكة وعربين من جهة الجوية في الغوطة الشرقية، وذلك عبر قنابل تحوي غاز الكلور السام، مما أدى لإصابة 4 عناصر من الثوار تم نقلهم إلى النقاط الطبية. طبعا حسب مصدر طبي أكد لي منذ قليل أن الأعراض هي لغاز الكلور، ولكن ليس غاز الكلور وليس له رائحة، وطبعا ليس بغاز السارين. ومن الأعراض التي ظهرت الغثيان والقيء واحمرار في العينين واحمرار وتورم في الجفون. طبعا بعد استهداف الجبهة بغاز الكلور حول النظام اقتحام الجبهة، حيث جرت اشتباكات لمدة نصف ساعة، استطاع الثوار من صد هذه الاقتحامات وكبدوا النظام خسائر كبيرة. طبعا في باقي التفاصيل، كان اليوم هناك غارات جوية على الغوطة الشرقية استهدفت بلدات حوش الصالحية والنشابية وأطراف بيت نايم، بالإضافة لغارات جوية استهدفت عدة مدن وبلدات. طبعا كان يرافق الغارات قصف مدفعي استهدف منطقة المرج وحزرمة وزريقية وتل فرزات، بالإضافة لقصف استهدف مدينة دومة وحرستا. أيضا في الأحياء الشرقية العاصمة دمشق كان هناك تصعيد اليوم بأكثر من 15 غارة جوية وأكثر من 40 صاروخ أرض أرض استهدفوا حي القابون الدمشقي بالتزامن مع معارك واشتباكات في محاولة من تنظيم الأسد اقتحام حي القابون شرق دمشق. شكرا لك الناشط الإعلامي مازن الشامي، كنت معنا من ريف دمشق.